وإلى مسجد بلال بن رباح حيث سيصلى صلاة الجنازة على جثمان فقيد الكويت هناك. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم هي لحظات صعبة على المشاهدين، وربما تكون أصعب على سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على تحمل هذه المسؤولية باستقبال جثمان فقيد الكويت وفقيد الأمة العربية والإسلامية والعالم، قائد الإنسانية. نسأل الله لك يا سيدي أن تتحمل هذا المصاب، وأن يمدك الله بالقوة في استقبال جثمان حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. لحظات صعبة على القلوب وصعبة على الكلمات أن تخرج من دون دموع. كما قلنا، كنا نتمنى يا سيدي بأن يحط هذا الطائر الميمون، وأنت ترفل بثوب الصحة والعافية، لكنها مشيئة الله ولا راد لقضاء الله.